تعمل وصفه للشعر، وصفه سبراي كده للشعر او بخاخ للشعر ممتاز. اول مكون معانا هو الرز، هنستخدم الرز المطحون. الرز المطحون طبعا الرز المطحون سهل قوي قوي تعمليه في البيت، ممكن تشتريه جاهز على فكره، بس بيبقى ناعم قوي قوي، يعني احنا مش عايزينه يبقى ناعم قوي كده، انا عايزه رز في البيت تقدري تعمليه بكل سهوله. تغسلي شويه رز مصري عادي جدا، هتغسلي الرز بتاعنا المصري العادي وهتسيبيه ينشف، وبعد ما بينشف بتحطيه في مطحنه التوابل او البهارات بيبقى بالشكل ده. فانا محتاجه رز مطحون، رز ابيض مطحون. هحتاج معلقتين من الرز المطحون، رز مفيد جدا. انا هجيب كاسرول، كاسرول كده، وهضيف فيه معلقتين من الرز الابيض المطحون. تاني مكون معايا هي الحلبة المطحونة، هضيف معلقة واحدة من الحلبة المطحونة. بصوا انا حطيت الرز اهو، الرز المطحون على الحلبة المطحونة. التالت مكون، الحلبة طبعا ممتازة جدا في التساقط، يعني النهاردة تلات مكونات هنستخدم، تلات مكونات، التلات مكونات ممتازين جدا للشعر، كل مكون فيهم بيعمل حاجة للشعر. الرز ممتاز جدا في ترطيب الشعر وتجديد خلايا فروة الرأس، الحلبة ممتازة جدا في ان هي بتصبط الهرمون اللي بيسبب التساقط. كمان تالت مكون معانا هو مكون الاملج، بذور الاملج برضو هستخدمها النهاردة مطحونة، هتجيبوها برضو من عند العطار مطحونة بالشكل ده، هستخدم برضو معلقة واحدة بس. يبقى انا استخدمت ايه؟ بصوا كده معايا، استخدمت معلقتين من الرز المطحون، معلقتين من الرز المطحون، معلقة واحدة من الحلبة المطحونة، معلقة واحدة من الاملج المطحون برضو. التلات مكونات ممتازين جدا 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 للشعر، مكونات روعة جدا للشعر، كل مكون منهم بيشتغل على حاجة معينة. هجيب كوباية كبيرة من المية بالشكل دوت، وهضيفها حوالي 200 ملي من المية، هضيفها بالشكل دوت على المكونات وهقلبهم كويس، وهرفعهم على النار يغلوا لمدة 10 دقايق. غليت لمدة 10 دقايق، بقى شكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخدها وهصفيها، هحط جواه كده المصفى بالشكل ده كده، وهجيب الازازه السبراي اللي انا هستخدمها وهحط جواها كده مع المصفى، تتصفى وتنزل جوه الازازه بالمره. تفهميني انا بقصد ايه؟ بصوا الحاجات اللي طلعت منها اهي، اللي هي الرز المطحون بقى والحلبه والحاجات دي كلها. خلاص نزلت كل السائل المغلي بتاع المكونات ديت، انا نزلته هنا جوه الازازه البخاخ بتاعتي، وخلاص كده الوصفه جاهزه علشان تقدروا تستخدموها. خلصناها اهو في ثانيه لثانيه. تمام، الوصفه دي اللي هي دي عباره عن ايه؟ عباره عن معلقتين من الرز المطحون، عباره عن معلقه من الحلبه المطحونه، معلقه من الاملج، الاملج ممتاز جدا، انتوا عارفين زيت الامله اللي هو المشهور جدا دبر امله، عباره عن ثمره الاملج. دي تعمل ايه؟ بتطول الشعر، بتمنع التساقط، ممتازه جدا 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 في ترطيب الشعر وتحفيز البصيلات على ان هي تنمو. فاحنا استخدمناها النهارده، هي بتيجي عباره عن ثمره كده العطار هو بيطحنها لك، تقدري تروحي عند العطار تاخديها كم تطحنيها في البيت، او تقدري تاخديها بودرة املج او بودرة املة مطحونة بالشكل ده. طبعا انا بجيبها مطحونة لان العطار بتاعي مضمون. الوصفة دي بتستخدم قد ايه؟ بتستخدم 3 مرات في الاسبوع، تقدري ترشيها الصبح وبالليل في اي وقت انت عايزة تستخدميها فيه. طبعا لان فيها حلبة فانتوا هتغسلوا شعركم، يعني الوصفة ديت ما بتتسابش في الشعر بس عشان الريحة، لكن لو انت عايزة مثلا ممكن ترشيها من دي الجذور لحد الاطراف مع تدليك فروة الراس باطراف صوابعك. عملنا اكتر من وصفه سبراي قبل كده، وقلت لكم طريقه الاستخدام بتكون سهله جدا. في بعض الوصفات بنسيبها في شعرنا عادي لو ما بتعملش ريحه، وفي بعض الوصفات بنضطر يعني ان احنا نغسل شعرنا، يعني لو في وصفه مثلا مستخدمين فيها بصل او ثوم طبيعي ان انتوا هتغسلوا شعركم. الوصفه النهارده مش مستخدمين فيها بصل ولا ثوم، بس فيها حلبه، والحلبه طبعا بتسبب ريحه شويه. هتغسلوا شعركم بعد ما تستخدموا الوصفه، هتسيبوها على شعركم من بالليل للصبح طول الليل، يعني الافضل ان انتوا تسيبوها ليله كامله على شعركم، هترشوها على شعركم كامل الشعر تقريبا بتغرقوا شعركم بيها، مع تدليك فروه الراس باطراف صوابعكم. اطراف الصوابع زي ما قلت قبل كده هي ديت مش الضوافر، حاولوا ان انتم ما تعملوش شعركم ابدا بالضوافر، دي اطراف الصوابع بتدلكي فروه راسك لمده من 5 ل10 دقائق. تدليك فروه الراس على فكره في بعض الطرق وبعض الدراسات اثبتت ان تدليك فروه الراس بيطول الشعر حتى لو انت ما رشيتيش اي سبراي عليه ولا اي تونر ولا حطيتي اي زيوت. تدليك فروه الراس مع قلب الراس لتحت كده، يعني تقلبي شعرك لقدام وتفضلي تسلكيه في اكتر من اتجاه، اقل مده تسيبيها على شعرك لمده 2 ساعة، واكتر مده ليله كامله، وتاني يوم بتغسليها بالشامبو العشبي وميه فاتره والشامبو العشبي بتاعك. انا منزله لكم وصفه الشامبو العشبي موجوده على القناه. بالنسبه للبنات اللي الوصفه بتسيب ريحه في شعرهم،
بعد ما هتغسلي شعرك تماما هيكون فيه، هتشطفي شعرك، تجيبي لتر ميه وتعصري عليه نص ليمونه وتحطي عليه ممكن نص معلقه من القهوه، تقلبيهم كويس وتشطفي بيهم شعرك، بيمشي تماما اي ريحه، سواء وصفه فيها بصل، سواء وصفه فيها ثوم او فيها حلبه، مش هتلاقي فيه اي ريحه. غير طبعا ان القهوه لما هتفضل موجوده في شعرك، القهوه ممتازه جدا 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 لتطويل الشعر وتنعيمه وتكثيفه. اتمنى اكون فدتكم النهارده.